مساء الخير لجميع المشاهدين. استمرت الحالة من عدم الاستقرار الجوي بتأثير نهار اليوم على العديد من مناطق جنوب المملكة العربية السعودية وعموم جنوب الجزيرة العربية، تحديدا دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان وامتدادا حتى اليمن. هذه الأجواء الغير مستقرة ستستمر خلال الساعات القادمة في هذه المناطق. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور حتى تكون الأجواء صافية مع 26 درجة مئوية المحسوسة 25، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة خلال يوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. أجواء مستقرة بشكل عام ومشمسة في سكاكا وعرار وتبوك، درجة الحرارة العظمى تسجل 36 درجة مئوية في جميع هذه المدن، أما الصغرى تكون ما بين 25 و 23 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 38 إلى 28، جدة 33 إلى 28، مكة المكرمة فرصة زخات من الأمطار خلال ساعات ما بعد الظهيرة والعصر 40 إلى 27، والطائف أحوال جوية غير مستقرة 29 إلى 18 درجة مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الجنوبية الغربية والتي تبقى تحت تأثير أجواء غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار في عموم هذه المناطق، الباحة 24 إلى 15، أبها 21 إلى 13، وجازان 35 إلى 29 مع زخات رعدية من المطر. المنطقة الشرقية، الدمام 36 إلى 26 مع ضغط صافي، حفر الباطن 38 إلى 25، والإحساء 39 إلى 24 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، الرياض 37 إلى 26، بريدة 35 إلى 24، وحائل طقس صافي 33 إلى 21 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.